الاحتجاجات تتواصل في اليونان بعد إغلاق التلفزيون الرسمي. المئات تجمع أمام مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون منددين بقرار الإغلاق، فيما تشهد البلاد إضرابا عاما لمدة 24 ساعة دعت إليه أهم النقابات العمالية. نحن حاليا في معركة مهمة تخص الجميع، لأن قرار الإغلاق لا يتعلق فقط بالموظفين في التلفزيون والإذاعة بل يتعلق بالجميع. قرار الإغلاق المفاجئ سيعطي الضوء الأخضر لقرارات أكثر تعسفية في مؤسسات أخرى حكومية. قرار الإغلاق خلف صدمة لدى المواطنين اليونانيين، فوسط ذهول كبير توقف بث القناة، ما ينبئ بتحول إلى أزمة سياسية بين أحزاب الائتلاف الحكومي. أنا مع الإضراب، لكن فيما يتعلق بالERT أعتقد أن عدد الموظفين فيها كبير جدا، لذلك كان يجب إلغاء الوظائف، وفي كل هذا الشعب هو الذي يدفع الثمن. الإضراب العام أثر على خدمات قطاع النقل في البلاد وقطاعات أخرى باستثناء المستشفيات التي ستواصل عملها بشكل عادي. إغلاق هيئة الإذاعة والتلفزيون يدخل في إطار الخطة التقشفية التي تتبعها الحكومة اليونانية.